خليني اقول لحضراتكم انه يوم 17 نوفمبر هيكون في جلسه خاصه بحياه كريمه وعرض لكل المشروعات اللي حياه كريمه نفذتها بالفعل في الريف المصري وغيرت شكل الحياه بشكل كبير في الريف المصري. احنا بنتكلم على تحول رقمي، بنى تحتيه، يعني حاجه شيء غايه في الروعه الحقيقه، وشفناها ونزلنا على ارض الواقع واكيد حضراتكم تابعتوها. هيكون خلال هذه الجلسه يوم 17 نوفمبر عرض لحصاد انجازات حياه كريمه داخل الريف المصري. بكل تاكيد برضو خلينا نتكلم انه حاجه غايه في الاهميه ان احنا نعرض ما قامت به حياه كريمه قدام العالم كله في مؤتمر دولي زي مؤتمر المناخ، زي ما عرضناها قبل كده في منتدى الشباب العالمي. بنتكلم عن انجازات حياه كريمه، ايه اللي حققته حياه كريمه في مصر وغيرت وجه مصر كلها، مش وجه الريف بس، ده مصر كلها شكلها اتغير من خلال مبادرة حياة كريمة. احنا لما نتكلم عن المشروعات اللي كانت موجودة من خلال هذا التقرير ان احنا نوصل للناس مياه نظيفة، ده برضو بيحافظ على التغيرات، بيقلل من التغيرات المناخية او بيساعد على التكيف مع هذه التغيرات المناخية. لما نتكلم عن مشروعات ليها الصرف الصحي، الحفاظ على صحة الانسان، كل هذه الامور تدخلات لحياة كريمة. بالاضافة الى ان في مبادرة مهمة جدا لحياة كريمة بزراعة 100,000 شجرة مثمرة في محافظات الجمهورية كلها وفي القرى اللي موجودة فيها هذه المبادرة. لسه موجودين مع حضراتكم في المنطقة الخضراء، ولكن دلوقتي هنروح نشوف جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. عايزين نعرف دور منظمات المجتمع المدني وطبعا القسم المشترك في الجناحين الاثنين، سواء بنتكلم عن جناح التحالف او جناح حياة كريمة، هي منظمات المجتمع المدني. هنتعرف دلوقتي على دورها في تسريع وتيرة وفي دعم جهود التحول للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. جمعية رسالة بدأت كنشاط طلابي سنة 99 وتم إشهارها سنة 2000، والنهاردة الحمد لله إحنا بنشارك كدور مجتمعي في أكثر من 30 نشاط، أنشطة كلها خدمية، أنشطة اجتماعية، أنشطة طبية، أنشطة تعليمية وثقافية. يمكن النهاردة إحنا داخلين بمناسبة الكوب، داخلين مع التحالف بمشروعين ليهم علاقة بالكوب. أول مشروع هو مشروع الملابس أو تجميع الملابس المستعملة وإعادة إما استخدامها مرة أخرى أو إعادة تدويرها، والمشروع الثاني اللي احنا داخلين بيه النهاردة في الكوب مع التحالف هو مشروع إعادة تدوير الورق. النهاردة الطن من الورق المستعمل النهاردة بقدر أحمي بيه قطع حوالي 17 شجرة، وبقدر أوفر حوالي 26,000 متر مكعب من المياه، وعلى مدار 50 سنة فاتوا، على مدار 15 سنة معلش آسف، الجمعية بتشتغل في الموضوع دوت، قدرنا إن احنا نحمي حوالي 850,000 شجرة من إن هي تتقطع، وقدرنا نوفر أكتر من 1,350,000 متر مكعب مية نتيجة الورق اللي احنا بنبتدي نستقبله كتبرع عندنا في الجمعية، وبنبتدي نعمل له إعادة تدوير، والدخل بتاع هذه التبرعات بنقدر نصرف بيه على أنشطة الجمعية مرة أخرى. فأنا يعني من خلال وجودي هنا في المؤتمر بحاول إن أنا أحث على الشركات الكبيرة وبحث على الشركات حتى المتوسطة والصغيرة بالتبرع للجمعية بالورق دوت، علشان نقدر إن إحنا نعيد صناعته مرة أخرى ونعيد تدويره مرة أخرى. الحقيقة أنا سعداء جدا بوجود التحالف الوطني، يعني ممثل داخل قمة المناخ كوب 27 شرم الشيخ، وإن إحنا لينا بوث الحمد لله في جناح المجتمع المدني بنعرض من خلاله الجهود لأعضاء التحالف اللي هم ممثلين في 23 مؤسسة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. الحقيقة عندنا يعني مجهودات ومشروعات كتير جدا كنا بقالنا سنين بنشتغل عليها، وسعداء ان مصر بتستضيف النهارده قمة المناخ، لان دي فرصة عظيمة المجتمع المدني يكون بيعرض جهوده الى جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص. الحقيقة احنا عندنا مؤسسات بتشتغل في كل التخصصات، المجال الطبي ومجال التعليمي ومجال المساعدات الاجتماعية، عندنا مؤسسات زي حياة كريمة اللي بتشتغل في التنمية الشاملة، كل مؤسسات موجودة ولكن مع مراعاة العنصر البيئي ومشروعات تكون صديقة للبيئة وتكون يعني بتساعد مصر كمان على رفع الوعي الخاص بالمواطنين، لأن احنا النهاردة موجودين في كل حتة في مصر، بنستهدف المواطنين في كل المحافظات، بيبقى طول الوقت معاهم في المواقف المختلفة، وبالتالي وجودنا جنبهم نقدر من خلاله نوصل معلومة تخص مثلا ترشيد استهلاك المياه اللي بقت بالنسبة لمصر قضية مهمة جدا وقضية ملحة جدا. فكرة ان ما يبقاش في تلوث، محافظة على الرقعة الزراعية، محافظة على المساحات الخضراء، ده دور احنا بنقوم بيه الحقيقة بشكل مستمر.
إلى جانب المشروعات المهمة جدا زي أنه معظم المشروعات داخل التحالف هي مشروعات بتشتغل بالطاقة الشمسية، بنعتمد مبدأ الطاقة النظيفة في معظم المشروعات بتاعتنا. عندنا جهود كبيرة جدا في مجال إعادة تدوير القمامة، فكرة الأمن الغذائي، والحقيقة عندنا مؤسسات داخل التحالف رائدة في فكرة الأمن الغذائي زي بنك الطعام المصري. مشروعات كتير جدا جدا الحقيقة عندنا فرصة خلال مدة الكاب إن احنا نبتدي نعرضها على الزوار سواء الأجانب أو المصريين، الشركاء الحكوميين المختلفين، بنبتدي نعمل شراكات جديدة. يمكن كان عندنا النهاردة أكتر من زيارة داخل الجناح بتاعنا من وزراء مختلفين لتوقيع تنسيق توقيع بروتوكولات إن شاء الله في المرحلة القادمة عشان نعمل بقى تفعيل حقيقي لمفهوم الشراكات، إنه يبقى فيه شراكة مستدامة ما بين المجتمع المدني وبين الحكومة والقطاع الخاص. الحقيقة الجمعية ممثلة في مع التحالف الوطني، وهو تجمع المؤسسات والجمعيات اللي بيهدف للعمل التنموي وتضافر الجهود للتقدم أمام الشعب المصري وخاصة في الأيام الصعبة الموجودة ماديا يعني. فالحقيقة كتحالف كان لازم يمثل في هذا المؤتمر الهام جدا والأيام المهمة جدا، علشان أولا يقول إن إحنا موجودين على الخريطة وإن إحنا بنقوم بواجبنا أو بنحاول نقوم بواجبنا تجاه الشعب المصري، وفي نفس الوقت بنمثل جزء مهم جدا من الشعب المصري ومن الجمعيات الخيرية والمؤسسات اللي هي ذراع مهم جدا في تحقيق أهداف الدولة. جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسساته الأخرى كلها بتشتغل لأجل الصالح المصري، وهي جمعيات ومؤسسات متخصصة في مجالات كثيرة، المجالات الطبية والاجتماعية والتعليمية وحاجات كتيرة جدا بتغطي كل النشاطات الإنسانية الموجودة. والحقيقة الفكرة كلها قامت علشان نحاول نوصل مجهود يعني متضامن مع بعض، هدفه التنمية وهدفه السستينابيليتي أو التنمية المستدامة اللي احنا بنطلبها جميعا، ما نبقاش مجرد ان احنا يعني بنساعد فقط من غير ما نربي جيل جديد يقدر يساعد نفسه ويقدر يقوم بمهامه. الحقيقة دي مساعدات سياسة الدولة، واحنا بنحاول عن طريق التبرعات اللي بيجينا ان احنا نحطها في المكان المناسب علشان ما تكونش عبارة عن مساعدات ليس لها أثر. الهدف كله ان احنا في الاخر التحالف يقوم بواجبه ناحية الوطن وناحية ابنائه وزملائه واخواته في الشعب المصري كله. الحقيقة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بعد التعليمات او توجيهات السيد الرئيس في مارس الماضي بتجمع معظم الجمعيات الاهلية النشطة والكبرى في جمهورية مصر العربية، تجمع اكثر من 24 جمعية ومؤسسة واتحاد العام للجمعيات الاهلية، كان يجب علينا نكون متواجدين في حدث وقمة بهذا الحجم على مستوى العالم، عشان كمان احنا كمجتمع مدني بننقل صوت باقي الجمعيات الأهلية في مصر في ملفات التنمية المستدامة، توطين أهداف التنمية المستدامة 2030 اللي مصر وضعت الخطة الاستراتيجية بتاعتها. بنتكلم النهاردة كمان مع ضيوف كل المؤتمر من كل الدول على المشروعات المختصة أو الأصيلة التعاون والشراكة مع ملفات البيئة، وبنتكلم النهاردة على مؤسسات وجامعات من أعضاء التحالف الوطني بيشتغلوا على إعادة التدوير، بيشتغلوا على مراكز استدامة للحرف الأدوية التراثية، بنشتغل على ملفات خاصة بالأبار المياه ونظافتها، كيفية الحفاظ على البيئة وعدم وجود كربون في أي منتجات بتطلع من التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي، الحفاظ على الأطفال من الأنيميا والتقزم ومشاكل اللي يمكن حصلت من التلوث البيئي وأضرار التغيرات المناخية. ده كله ملايين الأسر بتستفيد من هذه الخدمات داخل الجامعات الأهلية. يمكن احنا بشكل خاص لمؤسسة صناع الخير الحمد لله عندنا ملفات في تمكين المرأة الريفية، في تدوير وإعادة استخدام بعض المنسوجات والأمور الخاصة بالحرف الأدوية التراثية. لدينا مئات الآلاف من الأطفال بنقدم لهم أدوية وعلاجات وتوعية للأمهات عشان نحافظ على فكرة الأمراض الجينية أو الأمراض الخاصة بالتقزم والأنيميا الحادة. أيضا بدأنا نعمل على ملف الماء والحفاظ عليه من التلوث والمشاكل الكثيرة اللي بتحصل في بعض القرى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الأهم بالنسبة لنا أن كمان المستشفيات أو الجامعات اللي لديها مستشفيات بتعمل أنها تكون مستشفيات خضراء ومستشفيات صديقة للبيئة ومستشفيات بتعتمد على الطاقة الشمسية وعلى وحدات للنفايات بشكل متطور جدا عشان نحافظ على هذه النفايات وتستخدم في مصانع الأسمنت. وبالتالي احنا بدأنا دلوقتي كل الجامعات ريليتد أو يعني
شريكة واصيلة بهذه الملفات عشان كمان احنا ما نبقاش منفصلين عن العالم. العالم النهاردة بيطلق أهم توصيات في الكوب 27 عشان خاطر يبقى في التزام من الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية أو الدول البازغة، وبالتالي احنا من ضمن هذه الدول المفروض ان احنا عائد علينا هذا الضرر. بنحاول نحمي الأسر الغير قادرة واللي ما لهمش منبر أو صوت، احنا صوت ملايين الأسر المستفيدة. التحالف الوطني بعد التوجه واعتماد من السيد الرئيس لهذا التجمع وفي إطار رسمي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التضامن، تم توقيع بروتوكول تعاون عشان يكون لدينا كثير من الملفات والقضايا بنطرحها في هذه المؤتمرات والقمم على مستوى مصر وخارج مصر في الفترات القادمة.